السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور أسامة معروف. حبيت أتكلم معكم بس كده دلوقتي كده إن أنا أعيد الفيديو علشان كان الصوت ما كانش واضح، فحبيت كده إن المعلومة توصل بشكل كده سليم بحيث إن محدش يفوت عليه أي معلومة من اللي اتقالت بسبب الدوشة اللي كانت موجودة في الفيديو اللي فات. أنا عايز أتكلم معكم على موضوع مهم جدا كلنا بنتعرض له، وهو موضوع البديل أو المثيل. ايه الفكرة؟ بصوا يا جماعة، بكل كده اختصار، الشركات لما بتيجي تنتج دواء بياخد توكيل الانتاج اكتر من شركة. مادة مثلا فعالة زي الباراسيتامول تاخده شركة معينة وتنتجه باسم بنادول، تاخده شركة تانية تنتجه باسم ادول، تاخده شركة تالتة تبدأ ان هي تنتج نفس المادة الفعالة باسم تاني اللي هو ابي مول. طيب تعالوا كده، ما ناخد مثال. انا عندي مثلا ادي يا سيدي اللي هو الابي مول، نركز كده مع بعض. الابي مول اهو، لو جيت ركزت فيه هتلاقي الماده الفعاله اللي فيه موجوده هنا، هي باراسيتامول 500 ملي جرام. تمام كده. ايه اللي يفرقه عن البنادول العادي؟ البنادول العادي برضو نفس الماده الفعاله اللي اسمها الباراسيتامول 500 ملي جرام، بس الشركة المنتجة هنا سميته اسم تجاري وسميته بنادول، لكن الشركة المنتجة اللي هنا سميته أبي مول، لكن نفس التركيز، وينفع ان انا استخدم ده وينفع ان انا استخدم ده. يعني ده معناه، معنى كلمة بديل ما هو الا عبارة عن اسم تجاري مختلف لكن المادة الفعالة والدواء هو هو. فاحنا عايزين نغير الثقافة الغلط اللي موجودة عندنا في المجتمع بتاعنا ان البديل فيه سم قاتل. لا، احنا ربنا ادانا عقل والحمد لله كلنا متعلمين والحمد لله ان احنا بنفهم. تمام كده. يعني الناس اللي ما تفهمش دي نركنها على جنب شوية ونحاول معاها بعد كده مرة واثنين وثلاثة. تمام كده. دواء نفس المادة الفعالة، ودواء تاني نفس المادة الفعالة، الفكرة ما بينهم هو الاسم التجاري فقط اللي بتحدده الشركة المنتجة. زي الشركة ديت أنتجت الباراسيتامول وسميته أبي مول، والشركة ديت أنتجت الباراسيتامول وسميته بنادول. طيب واحد هيقول لي يا دكتور إيه الفرق ما بين البنادول العادي والبنادول الإكسترا؟ البنادول الإكسترا بيبقى موجود فيه مادة فعالة زيادة عن الباراسيتامول ال 500 ميلي جرام، بيبقى موجود فيه كافيين، ده علشان تزود قدرة الباراسيتامول على التسكين. تمام كده؟ يعني ده معناه هل ده في التسكين بتاع الألم أقوى من ده؟ أقول لك أيوه. تمام كده؟ طيب هل في مؤاخذات أخرى للدواء ده ينفع أو الدواء ده ينفع سواء كانت الست حامل أو مش حامل؟ أيوه، أنا أأمن حاجة ممكن أستخدمها في الست الحامل هو البنادول العادي من غير أي إضافات الكافيين. لكن لو واحد عادي وعنده صداع، عنده ألم في السنان، أكتر حاجة ممكن أنا أستخدمها وتبقى فعالة معاه هو البنادول الاكسترا. تمام كده. زي ما في بنادول اكسترا في ابي مول وفي ابي مول اكسترا. تمام كده. يعني مثلا انا مش هقول لكم دوروا، انا هجيبها لكم. ادي الابي مول اكسترا وادي الابي مول العادي. تمام. لو جيت حطيتهم جنب بعض اللي هي الحاجات اللي زي بعض اللي هي اسمها اللي هي الاكسترا، الابيمول العادي عرفنا ان فيه باراسيتامول وخلاص. انا عندي البنادول والابيمول اكسترا، الاثنين اكسترا ليه؟ علشان موجود فيهم الكافيين. شايف؟ لو ركزت كده معايا هتلاقي فيه باراسيتامول وموجود معاه كافيين، حتى مكتوب عليه ايه؟ مسكن للالم بفاعليه اكبر. خلاص. نرجع لموضوعنا وهو البديل. البديل ما هوش سم قاتل. تمام؟ والله ما في فرق. خلاص؟ كل الحكاية نفس المادة الفعالة تنتجها شركات أدوية مختلفة، بتسمي كل شركة المنتج اللي بتنتجه باسم تجاري مختلف. يعني أبيمول إكسترا ده اسم تجاري، بنادول إكسترا ده اسم تجاري، لكن إحنا بنبص على المادة الفعالة. خلاص؟ كلهم بيجيبوا المادة الفعالة بتاعتهم من مصدر واحد ومفيش أي فرق ما بينهم خالص.
اتمنى تكون المعلومه وصلت، ونحاول نغير الثقافه الغلط اللي احنا تربينا عليها. اشوفكم على خير كده فيديو جاي كده باذن الله. السلام عليكم.